مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو سي سي يونيفرس؟ ما هي ميزات سي سي يونيفرس؟ ما هو سي سي يونيفرس؟ هو مشروع أسسه فريق بولندي، حيث قاموا بدمج تقنية بلوكشين مع برامج البنية التحتية. ما هي ميزات سي سي يونيفرس؟ تريد سي سي يونيفرس إعداد أجهزتها في أوروبا من خلال توفير عملتها ومجتمعات بي تي سي وإي تي إتش لتسهيل شراء الأصول وتبادلها. ستنشئ محطة شحن للسيارات الكهربائية، بما في ذلك خدمة الدفع عبر عملتها المشفرة، وستوفر خدمات تأجير السيارات الحديثة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.